النيابة العامة أحالت الكابتن حسام حسن المدير الفني لفريق المصري البورسعيدي ومساعديه حسن مصطفى ووليد بدر لمحاكمة عاجلة، ده أمام محكمة جنح مستأنف قسم تاني الإسماعيلية، كما تم نقلهم إلى سجن مزرعة ترى وسط حراسة مشددة. كانت النيابة الكلية في الإسماعيلية قررت امبارح حجز حسام حسن وحسن مصطفى ووليد بدر على ذمة تحريات مباحث الأمن العام لحين ورود التحريات حول اتهامهم بالاعتداء على أمين الشرطة رضا عبد المجيد واللي بيعمل بإدارة الإعلام بمديرية الأمن خلال مباراتهم الأخيرة مع غزل المحلة، وكذلك اتهمهم بسرقته بالإكراه.